حصل لك تحرش قبل كده؟ كم مرة؟ وكان رد فعلك ايه؟ ده كان اوتوبيسات يا اختي زي كل الناس. حسب ايه؟ حسب اني خدت حقي. طب الحمد لله انه ما قالوش انها هتقلب نظام الحكم كمان. هفضحك عشان بقول اي يا فايزه، البلد اتغيرت. انا ما يهمنيش موضوع التحرش ده.